قبل ما نبداو لا سيونس ديالنا اليوم، ما فيها باس الا درنا ان بتي رابيل على لا سيونس بريسيدونت باش نقدروا هكذا نديروا اون ليزون ما بين داكشي اللي شفناه في الحصه اللي فاتت وهادشي اللي غنشوفوه في الحصه ديال اليوم. الحصه اللي فاتت كنا تطرقنا على لا فورماسيون دو ميلونج وعرفنا بعض المسائل اللي عندها علاقه مع لا فورماسيون ديال الميلونج، وباش فين كيختلف ليا لو ميلونج ديال لا اسونس مع لو ميلونج ديال اير ديزل. ثم شفنا لو ديلي دانفلاماسيون ديال الميلونج، عرفنا بانه كل ما كان هاد لو ديلي دانفلاماسيون صغير كل ما كنقدروا نحققوا واحد لا كومبستيون لي كومبليت. كل ما طوال ليا هاد لو ديلي كيوقعوا ليا بزاف ديال المشاكل، لا على اهمهم هي اون كومبستيون انكومبليت زائد لا برودكسيون ديال لي بارتيكول. من بعد شفنا سبعة النقاط عبرنا عليهم بلي غيزون ديال لو ديلي دانفلاماسيون طخول، سبعة النقط اللي يمكن لينا كيفاش نتفاداو بها اننا نطولو من هاد لو ديلي دانفلاماسيون ونردوه قصير لو بلو بوسيبل. اما الان ندوزو لو بلون دو لا سيونس. شنو غادي نشوفو اليوم؟ اليوم غادي نتحدثو على لي تيب دانجكسيون، يعني كيفاش كان انجكتيو لو كاربيرون وسط من لو سيلاندر. عندي دو تيب، لانجكسيون ديريكت اي الحقن المباشر، اي لانجكسيون انديريكت الحقن الغير المباشر. غادي نشوفو كل واحد باش كيتميز وغنشوفو الفروقات ما بيناتهم، ثم في نهايه الحصه ان شاء الله غادي نتطرقو لبعض الاسئله والاجوبه كاستيون ريبونس. نبداو اولا بلانجيكسيون ديريكت. عندي في لو طابلو ديالي دي ديسان اللي غادي نشوفو لا ديسكريبسيون ديالهم. اول حاجه هنايا عندي لي كومبوزون ديال ان موتور ديزل، لو بيستون وسط من الشيميس ديالو، لا كولاس كي امبورت لا سوباب، اي لانجيكتور اللي هو لو كومبوزون برينسيبال اللي غادي نهضرو عليه دابا. لو رول ديال لانجيكتور هو انجيكتي لو كاربيون افان دو لو بولفيريزي، كنبولفيريزيو لو كاربيون بفضل لا بريسيون اللي كتكون في لو كاربيون. بولفيريزي هي بحال كنحولو من ليطا ليكيد ليطا غازوز باش نفاسيليتيو لا كومبستيون ديال لو ميلونج. هذا بالنسبه لهاد لو ديسان. بالنسبه لو ديسان الاخر، ملي كي انجيكتي ليا لانجيكتور لو كاربيون، هاد لي الخطوط لي بالخضر سي لا فورم دانجكسيون ديال لو كاربيرون الى شفناها من هاد الزاويه. اما الى شفناها من الفوق، لا فورم ديال لانجكسيون او لا لو جي، لا فورم ديال لو جي ديال لو كاربيرون ما كتكونش ديريكت، وانما الى شفنا لو بيستون من الفوق ديالو كتكون واحد لا فورم سبيرال كي انجكتي ليه لو كاربيرون دون فاصون سبيرال غادي وكيدور. سبيرال سي واحد الشكل حلزوني. هذه من جهه. بالنسبه للانجكتور كيبان لنا انه كي انجكتي لو كاربيرون ديريكتومون في لا شومبر دو كومبستيون، الراس ديال الانجكتور خارج ديريكتومون وسط من لا شومبر دو كومبستيون، هنا منين جات التسميه ديال الانجكسيون ديريكت. بالنسبه لا كومبستيون كومبليت الاحتراق الكامل كيكون عندنا غراس ا دو فاكتور. العامل الاول هو لا فورم ديال لا توربولونس دادميسيون على حسب الشكل ديال هاد لا توربولونس اللي غادي تدخل لينا الهواء لا شومبر دو كومبستيون الاولى. النقطه الثانيه هي لا فورم ديال لا تيت دو بيستون. لا فورم ديال لا تيت دو بيستون كتساهم لينا بواحد الشكل كبير في لوموجينيتي ديال لو ميلونج اير كاربيون. بالنسبه للنقطه المواليه خاص تكون عندي اون مونتي ريغولير دو بريسيون، يعني لا بريسيون خاصها تطلع عندي بواحد الصوره تدريجيه. لذلك لانجيكسيون ديال لو كاربيرون ما كتكونش عندي مره واحده، كيكون عندي جوج لي انجيكسيون. كتكون عندي واحد لا بري انجيكسيون اللي كتكون قبل ما يوصل ليا البيستون بي ام اش، غالبا كتكون عندي ملي كيكون البيستون لتحت. عاد باش عندي لانجيكسيون برينسيبال اللي كتكون عندي اون فان دو كومبريسيون. هاد
لابخي انجيكسيون كتساهم ليا كذلك انها تفادى ليا لو بروي الصداع اللي كينتجو ليا لو موتور ديزل. انا كنعرفو ان لو موتور ديزل كيكون برويون بارابور لو موتور ايسونس. في بعض الحالات كيمكن لينا نزيدو ان ديسبوزيتيف دو ديبار او لا دو ديماراج باردون افخوا، ان ديسبوزيتيف دو ديماراج افخوا اللي كيزيد كي انجيكتي ليا لو كاربورون. امتى؟ فاش كيكون عندي الحال بارد. فاش كنقول الحال بارد ما كنعنيش به درجه الحراره ديال المحرك، وانما درجه الحراره ديال الجو الخارجي الاتموسفير اكسترن ديال الاكستيريور ديال لو فيك. اخر نقطه اللي غادي نتطرقوا لها بالنسبه للانجكسيون ديريكت هي انه عنده واحد لافونتاج اللي هي ليكونومي. الانجكسيون ديريكت كيمكن ليها تكون ايكونوميك بارابور لانجكسيون انديريكت اللي غادي نشوفوا من بعد ب 20%. يعني في حاله الى واحد السياره قطعت واحد المسافه وكونسومات 10 لتر ديال لو كاربورون دي ليتر دو كاربورون، هادي اذا كانت كتحتوي كيحتوي الموتور على ان سيستيم دانجكسيون انديريكت. بالنسبه للانجكسيون ديريكت فهاديك المسافه نفسها ما غاداش تكونسومي ليها 10 لتر، غتكونسومي تقريبا 8 لتر بلوز او موان تقريبا. كان هادشي كل ما يخص بالنسبه للانجكسيون ديريكت باختصار شديد. دابا نشوفوا الانجكسيون انديريكت. بالنسبه للانجكسيون انديريكت، الانجكتور عندنا تي انجكتي فواحد لا شومبر دو بري كومبستيون، ما تي انجكتيش لينا في لا شومبر دو كومبستيون برينسيبال اللي كتكون فوق من لا تيت دو بيستون. هادشي علاش كتسمى اون انجكسيون انديريكت. بالنسبه للبوجي دو بري شوفاج، لا تيت ديالو كتكون وسط من لا شومبر دو بري كومبستيون بطبيعة الحال باش كتبخيشوفي لينا لو كاربيرون. حاجة أخرى هي أنه عندي دو بروسيدي ديال لانجيكسيون انديريكت. عندي أن بروسيدي أن شومبر دو بري كومبستيون و أن بروسيدي أن شومبر دو توربولونس. نشوفو هاد جوج لي بروسيدي فواحد الفيديو قصير ونرجع لكم. بالنسبة للانجكسيون انديريكت عندي دو بروسيدي، واحد البروسيدي ا شومبر دو بري كومبستيون لي هو على اليسر، و بروسيدي ا شومبر دو توربولونس على اليمن. جوجهم تقريبا بحال بحال، الاختلاف كيكون بسيط. غير البروسيدي ا شومبر دو بري كومبستيون كتشوفو الانجكتور عندي راكب فوق من ان بورت انجكتور، و هداك لو بورت انجكتور هو اللي كيحتوي هو اللي كيضم لا شومبر دو بري كومبستيون. يعني الانجكتور هداك لي بالصفر تي انجيكتي ليا لو كاربيرون وسط من ديك لا شومبر دو بري كومبستيون، عاد باش من بعد كيت انجيكتي ليا وسط لا شومبر دو كومبستيون برينسيبال اللي هي سور لا تيت دو بيستون، في ديك ما بين لو بيستون اي لا كولاس. اما بالنسبه لو بروسيدي ا شومبر دو توربولونس ما عنديش ان بورت انجيكتور، الانجيكتور كيركب مباشره في لا كولاس كي انجيكتي ليا directement dans la chambre de turbulence ou là qu'est-ce la chambre de combustion secondaire. Mais بعد qui douze lié هذاك le carburant اللي هو déjà injecté qui douze lié à travers le canal terminal vers la cavité de piston. يعني كيمشي ليا la chambre de combustion principale باش يتحرق ليا تما. بالنسبه للبوجي de préchauffage في les deux cas كيكون داخل الراس ديالو كيكون خارج عند في لا شومبر دو بري كومبستيون او لا شومبر اللي كتسمى دو توربولونس. لو رول ديالو سي بريشوفي لو كاربورون، كيسخن لينا لو كاربورون قبل ما يدخل لينا لا شومبر دو كومبستيون. دونك من بعد ما شفنا لي بروسيدي بجوج خصنا نعرفو بان لا بريسيون في لو سيستيم دانجيكسيون انديريكت مقارنه بلو سيستيم دانجيكسيون ديريكت راه كتكون منخفضه، لأنه كتراوح تقريبا ما بين 150 بار حتى 400 بار. هذه من جهة. بالنسبة لا كومبستيون كيفاش كتوقع ليا في دون زان سيستيم في دون زان موتور سيستيم دانجكسيون انديريكت، لو كاربورون كيتانجكت ليا على يد لانجكتور.
dans la chambre de turbulence. On a regardé le procédé de la chambre de turbulence, pardon. Cas exemple. كي تانجكت ليا لو كاربيرون هنايا بطبيعة الحال لا تمبيراتور ديالو كطلع بالفعل ديال لو بوجي دو بريشوفاج، لأن لو بوجي دو بريشوفاج لو رول ديالو هي بريشوفي لو كاربيرون. ملي كطلع ليا لا تمبيراتور كطلع معاها لا بريسيون، وكذلك أي جزيئة ديال لو كاربيرون كتولي اون كونتاكت مع الهواء، يعني كتكون بيان بولفيريزي سو بريسيون سو اون هو تمبيراتور، كتبدا في لا كومبستيون. كتبدا المرحلة ديال لا كومبستيون وسط من لا شومبر دو توربولونس، وكتسالي وسط من لا شومبر دو كومبستيون برينسيبال. يعني أي حاجة ولات هنايا تحت الضغط كدوز أترافيغ هاد لو كانال، وكدوز ليا كتكمل ليا لا كومبستيون ديالها وسط لا شومبر دو كومبستيون برينسيبال. بالنسبة لو روندمون تيرميك في لانجيكسيون انديريكت كيكون لو روندمون تيرميك ناقص، لأنه كيكون فيها بزاف لي بيرت ديال لينيرجي كالوريفيك. علاش؟ لان لا شومبر دو كومبستيون لو فوليوم ديالها صغير مقارنه مع لو فوليوم ديال لا شومبر دو كومبستيون ديال لانجيكسيون ديريكت. لذلك علاش خاصنا نزيدو ضروري ان ديسبوزيتيف ديد او ديماراج فاش كيكون عندنا لا تمبيراتور منخفضه ديال لو موتور وكذلك ديال لاتموسفير برا. بالنسبة لا فورم ديال لا تيت دو بيستون في هاد لو كان اللي عندنا، كنلاحظو بأنه عندنا واحد كافيتي دو بيستون على هاد الشكل. هاد الشكل هذا اللي تيكون عندنا فوق من لا تيت دو بيستون كيساهم لينا في لوموجينيتي ديال لو ميلونج. كيف ما كنا شفنا في لانجيكسيون ديريكت لا فورم ديال لانجيكسيون كتكون سبيرال، كذلك هنايا كتكون سبيرال مقسومة على جوج سيمتريك باش كتعاون ليا لوموجينيتي ديال لو ميلونج بوغ فاسيليتي لا كومبستيون. وهكذا كنكون وصلنا لا كونكلوزيون. غادي نديروها عبارة على واحد لا كومباريزون ما بين لي زافونتاج ديال لي دو تيب أو لي دو سيستيم ديال لانجيكسيون انديريكت اي ديريكت. بالنسبة لانجيكسيون انديريكت لي زافونتاج ديالها مقارنة مع لانجيكسيون انديريكت، سي اولا لو كوبل كيكون اكبر من لو كوبل اللي كاين جوليا لانجيكسيون اللي كانت جوليا لانجيكسيون انديريكت، لانه لانجيكسيون ديريكت كيكون كتكون كتحتاج لواحد لا بريسيون كبيره كتوصل حتى ل 2000 بار. كل ما كبرت لا بريسيون بطبيعه الحال كيكبر عندي لو كوبل اللي كاين جو ليا لو موتور. بالنسبه للنقطه الثانيه هي موان دو كونسوماسيون. علاش؟ لان في لانجيكسيون انديريكت كيت انجيكت ليا لو كاربيرون في لا شومبر دو توربولونس، وكيبقى ليا لو كاربيرون في لي باروا ديال لا توربولونس، وهاديك كتكون واحد النسبه كطيع لينا من لو كاربيرون ما كتحرقش لينا مع وسط لو ميلونج. بالنسبه لانجيكسيون انديريكت النقط الايجابيه ديالها هي انه كيكون عنده موان دي زيميسيون بوليون. علاش؟ لانه ملي كان انجكتي في لا شومبر دو بري كومبستيون لا كومبستيون كتوقع بواحد لا فاصون اللي هي بروبورسيونيل تدريجيه، وهكذا كنكونوا كنوصلوا لواحد الاحتراق كامل. بعكس لانجيكسيون ديريكت كتكون لانجيكسيون مباشره من بعد من بعدها واحد الوقت وجيز خاصنا توقع لينا لا كومبستيون اللي كيدي لواحد الصعوبه في انه لو ميلونج كامل غادي يتحرق. وبالتالي كينتجو لينا في لانجيكسيون انديريكت واحد الغازات السامه اقل نسبه من لانجيكسيون ديريكت. النقطه الثانيه هي موان دو بروي. بطبيعه الحال لو بروي عنده علاقه مع لا بريسيون، كل ما تزاد لا بريسيون ديال لانجيكسيون كل ما كيزاد لو بروي. لا بريسيون قلنا في لانجيكسيون انديريكت كتكون منخفضه نسبيا، كذلك لو بروي تيكون ناقص. اخر حاجه بالنسبه لانجيكسيون انديريكت هو لو كو الثمن ديال دوك لي زورغان تاع ان سيستيم دانجيكسيون انديريكت يكون موان شير، لانه باش تنتج ليا واحد لا بريسيون كبيره كيخص واحد لينوفاسيون تكون تري امبورطونت، وكذلك
كتسوى واحد الثمن اللي كيكون اكبر مقارنه مع لينوفاسيون ديال لي زورغان تاع لانجيكسيون انديريكت. وصلنا لمرحلة الأسئلة. أسئلة بسيطة جدا، يكفي أننا نركزوا في داكشي اللي شفناه من قبل وغادي نتوصلوا للجواب مباشرة. عندي جوج أسئلة بنفس الفورم. كيل سو لي زانكونفينيون دون انجيكسيون ديريكت؟ شفنا لي زافونتاج ديالها، الوغ شنا هما لي زانكونفينيون ديالها؟ وكذلك كيل سو لي زانكونفينيون d'une injection indirecte. Je fais un petit exemple de l'injection indirecte. Et donc, je n'ai pas de l'injection indirecte. Donc, le سؤال هو اش هي المساوئ ديال كل نوع من انواع الحقن المباشر وغير المباشر. بالنسبه للاجوبه غادي توصلوا بها ان شاء الله في الحلقه المقبله ان شاء الله. على امل اللقاء بكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.